محاضرتنا إن شاء الله اليوم راح ناخذ الفلو كنترولر. الفلو كنترول عندنا أنواع من عده، اللي راح ناخذه هي الإف ستيتمنت، راح ناخذ الإف إلز ستيتمنت، راح ناخذ الإف إلز إف ستيتمنت، راح ناخذ أيضاً السويتش كيس ستيتمنت، بعدها راح ناخذ الكنترولر اللي تخص اللوب اللي هي الفور لوب والوايل لوب، ثم الكونتينيو ستيتمنت، وناخذ آخر شيء البريك ستيتمنت. طبعا راح نجي على جزء جزء نشرحها، نعرف شنو الفائدة منها وشنو استخداماتها. أول نوع اللي راح ناخذه هو الإف ستيتمنت. الإف ستيتمنت ناخذها إذا كان عندنا كونديشن، سواء كان عندنا الكونديشن مالتنا اللوجيكال يعني ترو أو فولس. طبعا بالكونديشن أقصد بيه دائما يعطيني أما ترو أو فولس. ترو في حالة تتحقق عندي الكونديشن مالتي راح ينفذ اللي العبارة الستيتمنت اللي تكون بعد الإف. في حالة كان عندي الكونديشن فولس معناته انه راح يخرج من هذه الاف ايلز الاف اند مالتي، ما راح ينفذ هاي العبارة اللي موجودة بعد الستيتمنت. طبعا دائما قلنا تكون عندنا ترو فولس بالكونديشن مالتي. عندي النوع الثاني من الستيتمنت اللي اخذه هو الاف ايلز. هنا أنا في حالة استخدم فقط اف ستيتمنت معناته عندي كونديشن واحد، مو اكثر من شرط واحد. عندي كونديشن واحد انفذه في حالة كونديشن واحد راح استخدم الاف ستيتمنت. في حالة عندي اكثر من كونديشن يعني تو كونديشن راح انفذ الاف ايلز. الاف ايلز في حالة عندي كونديشن الاول راح انفذه، راح استخدم عبارة الاف ايلز اللي هي اخلي الكونديشن الاول اكتب اف، اخلي الكونديشن الاول وانفذ العبارة الأولى اللي تخص الكونديشن الأول. إذا تحقق كان عندي ترو راح ينفذ لي الستيتمنت الأول. في حالة لا راح استخدم إلز، طبعا إلز إف العفو تستخدم لي الكونديشن الثاني. في حالة إلز إف الأخرى راح استخدم الكونديشن الثاني. أما الفرق بين الإف وحدها بدون الإف إلز، الإف إلز في حالة عندي تو ستيتمنت وكونديشن واحد. الكونديشن الأول اللي نفذناه بالإف إند فقط كان عندي كونديشن واحد وعباره واحده ستيتمنت واحده تتنفذ، اللي هي مثلا قد تكون معادله واحده تتنفذ في حاله هذا الكونديشن ترو. في حاله عندي اكثر مثلا معادلتين وتتنفذ واحده في حاله الترو وواحده في حاله الفولس راح استخدم اف ايلز. اف الكونديشن تنفذ راح استخدم العباره مالتي مال الستيتمنت الاولى اللي هي المعادله الاولى. في حاله الكونديشن كان عندي فولس راح انفذ المعادله الثانيه، استخدم الايلز واخلي المعادله الثانيه او العباره الثانيه. هاي في حاله الاف ايلز. اما اذا عندي اف ايلز اف معناته عندي اكثر من كونديشن، اني راح اخلي اف الكونديشن الاول اخلي في حاله ترو راح ينفذ لي الستيتمنت الاولى الخاصه بالكونديشن الاول. اما اذا الكونديشن الاول مالتي ما تنفذ راح ياخذ لي الاف ايلز، ياخذ لي الكونديشن الثاني، يشيك على الكونديشن الثاني اذا كان عندي ترو راح ينفذ الستيتمنت ورا اللي تخص الكونديشن الثاني. اما اذا فوز وكان عندي اكثر من تو كونديشن ايضا راح استخدم الايلز اف للكونديشن الثالث، وهكذا الى عدد الان من الكونديشن. عدد الكونديشن ممكن عندي اربع كونديشن، ممكن عندي خمسه سته، ممكن استخدم الاف ايلز اف لعدد غير منتهي من الكونديشن، يعني عدد معين انا عندي استخدم بالكونديشن مالتي بالاف ايلز اف. من جديد نقراها نراجع المراجعه ان الاف اند الفرق بينها عن الاف ايلز واف ايلز اف. الاف ايلز الاف اند راح استخدم فقط كونديشن واحد وعباره واحده. الاف ايلز راح استخدم كونديشن واحد بعبارتين، العبارة واحدة تتنفذ في حالة الترو، العبارة الثانية راح تتنفذ لي في حالة الفولز. الإف إلز إف معناته عندي أكثر من كونديشن واحد وأكثر من عبارة واحدة أنفذ، أستخدم إف إلز إف. في حالة الكونديشن الأول ينفذ لي العبارة الأولى، في حالة إلز إف راح أشيك الكونديشن الثاني أنفذ العبارة الثانية. في حالة عندي كونديشن ثالث استخدم ايلز اف كونديشن ثلاثة ينفذ لي يشيك للكونديشن الثالث، اذا كان ترو راح ينفذ لي الستيتمنت ثلاثة. هذا فيما يخص الاف ايلز بانواعها. راح نجي الاف ايلز شو وقت تتنفذ. قلنا عندنا من عندنا لوجيكال اكسبريشن، يعني عندي ترو او فولس العبارات المنطقية اللي تعطيني العلاقات المنطقية، تعطيني علاقة
ترو أو فوز، اللي هي أخذناها سابقا اللي هي مثلا less than الأقل من، أو less than or equal أقل أو تساوي. في حالة الـ equal بالماتلاب أكتبها double equal، في حالة المقارنة بين condition بين جزئين إشارة الـ equal، أو الـ not equal أو greater than، عندي الـ greater than أو equal. هذه الـ logical expression اللي أقصد بها في حالة أنا أسوي الـ condition ما تجيب هذا المقارنة، هذا الـ condition راح تطلع لي true أو false. أيضا عندي من الـ logical operator، بالـ logical operator عندي هنا أنا أستخدمها أيضا في حالة المقارنة اللي هي الـ AND الـ OR والـ NOT. هاي الـ operator اللي أقصد بها الـ logical operator أيضا تعطيني عبارة true أو false، أستخدمها في حالة المقارنة مالتي بالـ condition مالتي. راح ناخذ example معادلة اللي هي AX تربيع زائد BX زائد C تساوي لي 0. هنا إذا أريد أحل هذه المعادلة وأنفذها عندي طبعا مطيني ان الكونديشن بالسؤال، استخدم الروت في حالة الاكوال. في حالة الاكوال راح يحسب لي المعادلة ناقص ب تقسيم 2a، وايضا مطيني الكونديشن الاخ في حالة نوت اكوال راح احسب المعادلة اللي هي ب تربيع ناقصا 4ac. هذه الكونديشنات مالتي مطيني اياها بالسؤال ومطيني المعادلة. اول خطوة الحل معادلة رياضية أو منطقية، لازم أعرف كل متغيرات المعادلة اللي عندي كأنبوتات بداية البرنامج، بعدها راح أشيك المعادلة شنو المطلوب من عندي. هنا أنا كمتغيرات عندي كهاي المعادلة الموجودة هي تعريف المتغير الـ A والـ B والـ C. إذا لازم أعرف قيمة الـ A والـ B والـ C. هنا أنا أنتبه بالسؤال، في حالة الانبوت مالتي المتغيرات مالتي مطيني قيمها بالسؤال مباشرة أدخلها بالمعادلة، أقول الـ A يساوي لي كذا قيمة، الـ B تساوي لي هاي القيمة مالتها، الـ C تساوي كذا قيمة. هاي في حالة معطى القيمة مالتها بالسؤال. الملاحظة الثانية، في حالة قيمة الانبوت مالتي ما معطى بالسؤال مالتي، راح أستخدم دالة أسميها دالة الانبوت. هذا الانبوت مالتي، دالة الانبوت هي دالة لإدخال قيمة المتغيرات من واجهة الكوماند ويندو. من الكوماند ويندو من أسوي ران تنفيذ للبرنامج، مثل ما كنا نستخدم بالسي بلس بلس دالة السي ان، هنا أنا راح أستخدم دالة الانبوت. دالة الانبوت راح أقرأ القيم مال المتغيرات مالتي من شاشة الكوماند ويندو الخاصة بالماتلاب. طريقة كتابتها راح أكتب المتغير سواء كان A أو B أو C يساوي لي، أكتب كلمة input بين أقواس أخلي المتغير مالتي، طبعاً بين single quotation، هذا single quotation قلنا إحنا كل عبارة أكتبها بين single quotation راح تطلع لي مثل ما هي على شاشة command window. هنا من كاتب enter the value of A معناتها هاي العبارة راح تطلع لي ادخل قيمة الـ A على شاشة التنفيذ، أنا فقط أدخل القيمة، هاي العبارة فقط توضح لي إن القيمة اللي راح أدخلها هي خاصة بالمتغير A. نفس الحالة بالعبارة اللي بعدها للB، معناتها أنا القيمة اللي راح أدخلها هي خاصة بالقيمة B. هنا أنا أي عبارة كتبتها سواء كتبت السبيلنج مالتها صحيح، السبيلنج مالتها خطأ، كتبت بس A تساوي لي أو B تساوي لي، مثل ما أنا راح أكتبها راح تطلع لي على شاشة التنفيذ، فقط توضح لي القيمة اللي راح أدخلها للإنبوت إلى يا متغير تخصه. فراح استخدم دالة الانبوت أخلي بين أقواس طبيعية وسنجل كوتيشن العبارة اللي أريدها. من أنفذ راح أدخل فقط القيمة، راح يطلع لي هذه العبارة، أدخل لي قيمة البي، راح أدخل قيمة البي، أطي إنتر راح يطلع لي العبارة الثانية اللي هي أدخل قيمة السي، أدخل قيمة السي، أطي إنتر راح يبدي إن أنا دخلت القيمة المتغيرات كلها اللي هي الأي والبي والسي كأنبوت. طبعا هنا القيم مالتهم راح تكون متغيره، كل ما انفذ برنامج راح ادخل قيمه اخرى، يعني قيمه تختلف عن القيمه السابقه. ممكن ادخل نفس القيمه؟ نعم ممكن ادخل نفس القيمه وانفذ البرنامج، ممكن اغير فقط قيمه واحده، ممكن اغير قيمتين، ممكن اغيرهم كلهم. وداله الانبوت استخدمها في حاله اريد ادخل من شاشه الكوماند ويندو قيم مختلفه او قيم مشابهه، لكن ليس قيم ثابتة، يعني ما معطاه بالسؤال وما تكون ثابتة.
بعد ما دخلت عملية المدخلات مالتي راح أبدي بالكونديشن هنا. الكونديشن مالتي يتعلق لي بتنفيذ البرنامج المعادلة مالتي. وهنا الكونديشن اللي مطيني إياه راح أستخدم هذا الكونديشن الأول. عندي بي كونديشن يعني نفس الكونديشن بس يعني شرطين كأنما نفس الكونديشن التفت بحالة هذا وهذا. فراح أنفذ أول خطوة. الخطوة الأولى أقول له إف الكونديشن مالتي بي باور 2 تنكتب بالماتلاب مثل ما تعلمناها سابقا ناقص 4 في اي في سي. طبعا الفي بالماتلاب لازم ينكتب هنا، الفي بالماتلاب 4 في اي في سي، يعني ما اخلي يعني ما اخليها فراغ واكتب او اكتب فقط 4 اي سي، لازم اخلي اشاره المولتيبليكيشن. عباره الايكوال بالماتلاب راح اكتبها دبل ايكوال لان عندي كونديشن هنا، دبل ايكوال تساوي لي الصفر. هذا حقليه جزء من الشرط الاول. اند اكتب اشاره الاند تكون بهذا الشكل مثل ما متعلميها سابقا. اكتب تكمله الشرط الاخر الاي لا تساوي للصفر، يعني في حاله انا دخلت قيمه اي تساوي الصفر راح يطلع لي هذا الكونديشن مالتي فولز، ما راح ينفذ العبارات اللي بعدها. هنا نكتب الاي نوت اكوال، نوت اكوال تكتب هذا الصيغه باللوجيكال اوبريتر not equal zero. إذا هنا أنا هذا الكونديشن مالتي هو كله ينفذ لي العبارة اللي أحسب بها الايكوال الروت مالتي اللي هي ناقص b تقسيم 2a. كتبنا الكونديشن مالتي خلصته. في حالة كان الكونديشن ترو راح ينفذ لي العبارة أكتبها x تساوي لي ناقص b تقسيم 2a. هنا أنا هذه اللي راح يعطيني هذا المعادلة وهذا الكونديشن مالتي. في حالة كانت عندي false راح يصير عندي end، راح يطلع هنا أنا ما استخدمنا else if لأن عندي condition واحد وليس two condition، هذا كله يعتبره condition واحد لكن متكون من جزئين، الجزء الأول اللي يخص ال b تربيع ناقص 4 ac، الجزء الثاني اللي يخص a يساوي لي لا يساوي لي صفر. هذا condition في حالة كان عندي true نفذ لي المعادلة اللي هي root مالتي، حسب لي الروت. في حالة كان عندي ال أكثر من كونديشن راح أستخدم الـ else if. اللي هنا هاي العبارة طبعاً الـ display أيضاً هو عبارة الـ output راح تطبع لي هاي الجملة فقط على شاشة التنفيذ مثل ما كاتبة بين الـ single quotation راح تطبع لي هاي العبارة وبعدين أحسب المعادلة. طبعاً هنا إذا خليت هنا سيميكولون ورا قيمة الـ x مالتي أكتب أيضاً أقدر وراها أكتب display للمتغير x فقط بدون single quotation معناتها راح ياخذ القيمة مالته. في حالة وخرت السيميكولون تلقائيا هو راح يطبع لي قيمة الاكس ورا هاي العبارة بدون ما اخلي الديسبلاي لقيمة الاكس. هنا عندنا نفس الحالة راح ناخذ نفس المعادلة اذا اريد احسبها بالاف ايلز. هنا بالاف ايلز دخلنا ايضا الانبوتات اللي هي الاي والبي والسي. دائما قلنا اي معادله لازم ادخل اول شيء الانبوتس، القيم مالتي مال الانبوتس سواء كانت ثابته او متغيره اقراها من شاشه التنفيذ من شاشه الكوماند ويندو. نفس الكونديشن كتبناه في حاله الاف اذا كان عندي ترو راح يحسب لي المعادله مالتي اللي هي الاكس ناقص بي تقسيم 2 في اي. في حاله كان عندي الكونديشن مالتي اللي كتبته اللي هي بي تربيع ناقص 4 اي سي تساوي للصفر عند الاي لا تساوي للصفر، في حالة هذا الكونديشن كان عندي فولس راح هنا انا ما عندي معادلة ثانية يطبعها وانما راح يطبع لي عبارة انه هذا ما يملك روت يعني النوت هاف ايكوال روت ما عندي له جذر، ما راح يحسب لي معادلة فقط يطبع لي هذه العبارة بحيث اميز انه هذه القيمة انا دخلتها هو قراها لكن ما حققت لي الشرط فطبع لي هذه العبارة. هاي استخدمها في حالة الـ if else. ايضا عندي condition واحد نفس الشرط لكن عندي عبارتين يطبعها. العبارة الاولى في حالة تنفذ الـ condition مالتي راح يطبع لي المعادلة يحسب لي الروت مالتها. في حالة ما تنفذ المعادلة مالتي راح يطبع لي انه لا يوجد روت عندي. اما في حالة عندي اكثر من condition راح ناخذ example ثاني. هنا انا عندي هذا الـ example مالتي اللي هو راح يحسب لي النسبة مالته في حالة هنا عندي بنك، إذا كانت عندي المبلغ بالبنك أكثر من 5000 دولار راح يطبع لي النسبة مالته 9%.
هاي النسبة 9% في حالة إنه كان أقل أو أقل من 5000 دولار. الكونديشن الداخلي راح يحسب لي إذا كان 12% القيمة مالته راح بحالة عندي 5000 دولار أو أكبر من 10000 دولار. هنا عندي رينج مالته راح يحسب لي 12%، هنا راح يحسب لي 15% في حالة أكبر من 10000 دولار. وهنا عندي هنا عندي ثلاث كونديشنات، كونديشن تحسب لي 9% النسبة، كونديشن تحسب لي 12%، والكونديشن الثالث 15% النسبة. فراح نبدي أول شيء لازم ندخل القيمة مالته، راح أدخل القيمة مالته، أدخلها عن طريق شاشة الكوماند ويندو، فراح أستخدم إعاز الإنبوت، أكتب أي متغير ممكن أكتبه فقط بي، ممكن أكتب له أي، ممكن أكتب له المختصر مال بلانسز، أخليها تساوي لي إنبوت وأكتب العبارة بحيث أنا أعرف إنه هاي القيمة اللي راح أدخلها هي راح أقارن عليها. فراح أشيك الكونديشن الأول إذا كانت هذه القيمة أقل من 5000 وش قايل لي للثاني يعني أقل فقط ما راح يساوي لي، ما راح ناخذ إشارة الأقل أو تساوي، فقط ناخذ الأقل حسب السؤال المعطى. أقل من 5000 النسبة إيش راح تساوي لي؟ 9%. نكتبها بهذه الصيغة 9%. إذا كانت لا يعني الكونديشن مالتي لا راح ياخذ القيمة اللي هي أقل من 10000. هنا أنا عندي حالتين ممكن أكتبها، هنا أنا عندي أقل من 10000 أو أقدر أسوي الحالة الأور، أخذ الكونديشن الثانية أقول له أكبر من 5000 أور اللي هي خط أور القيمة أقل من 10000، صارت عندي بين رنجي مثل ما قبل شوي سوينا الأند، هنا أنا راح نسوي الأور، أطبع النسبة 12%، else أي قيمة راح يأخذها أكبر من 10000 معناته أنه راح يطبع لي القيمة 15%. ممكن أيضا أكتب الكونديشن الأخير، أكتب else if أنه القيمة أكبر من 10000 يطبع لي القيمة 15%، وممكن أكتب يعني ما أكتبها، بس يفضل كتابة القيمة الكونديشن الأخير يفضل كتابته بحيث لا يأخذ القيمة اللي هي بالسالب أو يحسب لنا إياها، بحيث أنه يعني يفضل أنه ناخذ كل القيم. اللي بعدها اللي مطلوب انه راح يحسب لي المعادله، احنا انه راح احسب لكل اللي طلعتنا القيم مالتي واحسب القيمه الجديده مالتها واعرضها. هذا فيما يخص الكونديشن مالتي الاف والاف ايلز والاف ايلز اف. فيما يخص الستيتمنت الاخرى اللي ناخذها بالكنترول هي السويتش كيس. السويتش كيس نفس الحالة، عندي عدة كيسات، عدة كونديشنات. في حالة هذا الكونديشن تحقق أو الكيس تحقق مالتي راح يعتمد لي على فاريبل واحد فقط طبعاً. كل كيس في حالة تتحقق راح ينفذ الستيتمنت الخاصة بها. ممكن أرقم الكيسات على شكل أرقام، ممكن أرقم الكيسات على شكل متغيرات أو قيم. طبعا هي كلها تعتمد لي على variable واحد. طريقة تعريفها لسويتش كيس، أعرف لسويتش أطي الفاريبل اللي راح أقارن به أو اللي راح أعتمد به على القيمة. مثلا من هنا مثلا دخل كيس مثلا رقم 10 معناته أنه هذا الفاريبل مالتي يساوي لي 10. إذا دخلت مثلا الكيس الثانية رقم 2 معناته أنه قيمة هذا الفاريبل اللي عرفته بالسويتش قيمته 2. في حالة أنه الكيس الأولى تنفذ، إذا كان الكيس نمبر 1 هذا تحقق صحيح راح أنفذ الستيتمنت الأولى، إذا كان فولس ما تنفذت هذه الحالة مالتي راح آخذ على الكيس اللي بعدها، وهكذا إلى أن أصل آخر كيس اللي هي كيس نمبر N. في حالة كانت ترو راح ينفذ لي إياها، في حالة ما تنفذت الكيسات كلها راح آخذ otherwise، الotherwise راح ينفذ لي بكل الأحوال الكيسات اللي هنا ما تنفذت راح يطبع لي إياها. في حالة ما عندي طباعة يعني بكل الأحوال لازم هاي الجملة تنطبع أو العبارة تنطبع أو العملية الرياضية تنطبع، ما أحتاج أخلي otherwise، مباشرة بعد الكيس الأخير أخلي كلمة الاند وأغلق السويتش كيس مالتي. نفس ما استخدمناها بالسي بلس بلس هنا أنا راح نستخدمها أيضا في حالة الماتلاب بروجرام. راح ناخذ اكزامبل على الكيس سويتش.
سويتش كيس عندنا هنا ماتريكس، الماتريكس مالتي السايز مالتها 3×3، القيم اللي راح ندخلها هاي السايز مالتها اللي هي تقرا لي الرو في الكولوم، القيم اللي تحتوي لي اياها هذه الماتريكس هي عباره عن انتجر راندوم نمبر. هنا الانتجر راندوم نمبر يتراوح لي من قيمه 1 إلى 10، يعني القيم مالتها راح تدخل بشكل عشوائيا قيمتها من 1 للـ10، ما تكون اقل من 1 ولا اكثر من 10. اسم هاي الماتريكس مطيني اياه بالسؤال، اسمها اي كابيتال. طبعا احنا قلنا نبهنا انه الكابيتال عن السمول بالماتلاب يختلف، فهنا انا انتبه انه الاسم مالتها اي كابيتال. المطلوب من عندي راح ادخل هنا الطالبين، اول شيء لازم اسوي ترانسبوز للماتريكس اي، بعدها مطلوب من عندي احدد الديترمايند ماتريكس مال اي، بعدها النقطة الثالثة يطالب من عندي احدد الانفيرس للماتريكس اي، واخر نقطة طالبها من عندي الايجن فاليو مال الماتريكس اي. هنا أنا اول خطوة راح اسويها بالبرنامج، احنا قلنا اول خطوة لازم عندي بكل الاحوال اعرف الانبوت. هنا الانبوت مالتي هي عبارة عن ماتريكس اي السايز مالها 3×3، تدخل لي من قال لي انتجر راندوم نمبر، يعني معناتها راح استخدم الراندوم ادخل لي القيم العشوائية، القيم العشوائية الاحظ القيم من 1 للـ10، معناته انه راح ياخذ لي القيم اكبر من 0، قيم كلها موجبة، فمعناتها راح استخدم دالة التقريب الراوند مالتي اللي هي الفيكس، الفيكس راح تحسب لي الارقام الصحيحة الموجبة، فراح هنا اعرف القيم الماتريكس مالتي بهذه الطريقة، اكتب الفيكس، استخدمنا الفيكس لان راح ندخل لازم ارقام موجبة صحيحة، استخدمت دالة الراندوم هو دوليد الارقام العشوائية للماتريكس، الحجم مال الماتريكس مالتي 3×3، الرو 3، الكولوم 3. راح اضربها في قيمة 10 هنا لان هو اكبر عدد عندي للماتريكس قيمته 10، فراح اضرب الماتريكس في قيمة 10 بحيث ان احنا نعرف الراندوم تولد لي قيم كلها عشوائية بالبوينتات. فهنا انا راح احول من قيمة الراندوم توليدها من قيم بوينتات الى قيمة 10، يعني من 1 للـ10، يضرب القيمة بالـ10 اللي هي ماكسيمم نمبر للقيمة المعطاة، يحولها الى اعداد صحيحة موجبة باستخدام دالة الفيكس. هنا أنا راح ولد لي هذه الماتريكس الشرط مالتها والمحتويات اللي حددها بالسؤال بداية السؤال. بعد ما قرأت هنا أنا الماتريكس مالتي راح أبدي أدخل القيم، أعرض أقدر بعد ما دخلتها أقدر أعرض الماتريكس مالتي. هنا أنا عبارة الديسبلاي للماتريكس مجرد إنه فقط راح تعرض لي الماتريكس مالتي، ممكن أكتبها وممكن هي تلقائيا أوخر السيميكولون من السطر المخصص لأي كابيتال، تعرض لي الماتريكس مباشرة. هنا أنا الكونديشن مالتي اللي الكيسات المطيني اياها مطيني من 1 للـ4، طبعا هنا أنا الكيسات ممكن يعطيني انه من 1 للـ4 وممكن انه فقط يعطيني هذني النقاط الاربعة اللي هسه قلناها اللي هي ترانسبوز والديترمانت انفيرس والايجن فاليو. في حالة ما حدد لي من 1 للـ4 راح استخدم كل نقطة من هذني المعطاة بالسؤال احطها كيس، هذا كيس 1، هذا كيس 2، وهذا كيس 3، كيس 4. ممكن انه هنا انا راح يحدد لي هنا 4 كيسات، راح ادخل 4 كيسات، كل كيس اعرف انه الماتريكس اللي تخصها بالايعاز مالتها. طبعا ما اسوي الكيسات الا بعد ما اعرف الانبوت مالتي الموجوده بالبدايه. عدد الكيسات ايضا قبل لا ابدا بالسويتش كيس لازم انا اعرف العدد مالتي، كنا ممكن اعرفها ممكن هو يعطيني انه من 1 للـ4، وممكن على النقاط مالتي راح اخذ الرينج مال قيمه السويتش مالتي الكيس مالتي راح اعرفها لازم متغير، احنا قلنا السويتش يتعرف بفاريبل معين اللي يمثل لي عدد الكيسات. راح اعرف الان بالبدايه اقول له ايضا بداله الانبوت، الانبوت ادخل لي التشوز فروم 1 تو 4، او ممكن اقول له ادخل القيمه الان تساوي لي كذا، بحيث اعرف انه هذا الفاريبل القيمه اللي راح ادخلها راح تمثل لي قيمه الكيسات مالتي. بعد ما خلصت من تعريف الماتريكس مالتي بكل العناصر مالتها وعرفت ايضا عدد الكيسات مالتي، قريت العدد مالتي، هنا انا راح ادخل الان تساوي لي 4 مباشرة من شاشة التنفيذ بحيث أعرف أنه هو 4 كيسات.
طبعا دائما الماتلاب يبدي لي بالكيس رقم 1، ما عندنا كيس رقم 0، فالرقم اللي اعطيه راح يصير عندي نفس الرقم اللي هو اخر قيمه للكيس. هنا راح اعرف سويتش ان المتغير للان اللي هو يمثل لي الفاريبل لعدد الكيسات. راح ابدي كيس رقم 1 ارقم اول كيس اللي هي الكيس رقم 1، قلنا راح تمثل لي اول نقطه. أول نقطة في حالة إنه الكيس تنفذت راح يحسب لي الـ transpose of matrix A، يعني كيس واحد راح تعرض لي أكتب له العبارة إنه display، قلنا أي شيء نكتب بالديسبلاي راح يعرض لي إياها نفسها على شاشة التنفيذ، فقط أعرف إنه هذه الخطوة شنو اللي راح يسوي لي إياها. راح أعرض الـ transpose of matrix A is equal، الوراها راح أكتب اللي الماتريكس مالتي نعاز الكوند المات الاي ترانسبوز. الاي ترانسبوز هي العمليه اللي راح يعرض لي اياها. ممكن اقول يعني هنا أنا طبعا انتبه، هنا أنا ما اكتب اي تساوي لاي ترانسبوز. اذا سويت اي كابيتال تساوي لاي ترانسبوز معناته انا هنا أنا غيرت الماتريكس الرئيسيه. ممكن اخليها فيريبل ثاني، مثلا اكتب واي تساوي لاي اي ترانسبوز، ممكن اكتب بي تساوي لي، لكن ما اكتب نفس الفاريبل الخاص بالماتريكس الرئيسية. من كتبت نفس الفاريبل بخصوص الماتريكس الرئيسية معناته أنا غيرت الماتريكس الرئيسية. من راح أجي على الكيس الثانية وأنا كاتبة هنا أي كابيتال تساوي لي، راح ياخذ الماتريكس اللي آخر خطوة غيرتها، فما راح ياخذ لي الماتريكس الرئيسية، وما راح يطلع لي الأوتبوت مالتي بشكل صحيح، راح يطلع كله خطأ. فدائما اجتنب انه اكتب الاي ان اسم الماتريكس كل خطوه من الخطوات اللي انا راح انفذها. ممكن اكتبها بغير فيريبل، يعني ما ذكرتها سابقا بالماتريكس تعريف الماتريكس، وكل خطوه اكثر اعرفها فيريبل خاص بها، بحيث اعرف مثلا اكتب هنا اكس تساوي الاي ترانسبوز، اللي بعدها راح اكتب الواي تساوي لي، اللي بعدها اكتب الزد تساوي لي، بحيث من تعرض لي هذه الجمله تعرض لي اياها بمتغير خاص، كل واحده لها متغيرها الخاص بحيث ما تغير لي الماتريكس الرئيسيه وما يصير تداخل بالماتريكسات مالتي. وممكن مباشره اكتب لهنا اي ترانسبوز مثل ما هنا بالاكزامبل مكتوب، لكن انا هنا من كتبت لاي ترانسبوز واريد اعرف هاي النتيجه مال من، انا عارضه قبلها اسوي ديسبلاي وكاتبت له ترانسبوز ماتريكس، فلازم اعطي فالدليل يبين لي انه هذا الماتريكس المن تابعه النتيجه مالتي. الكيس الثاني معناتها النقطة الثانية راح ينفذ لي اياها، اكتب له كيس 2، هنا انا راح اكتب له ايضا عبارة display او اكتب له مباشرة y تساوي لي، واكتب طالب من عندي determined of matrix A، راح اكتب اللي عاز يخص determined واخلي بين قوسين اسم الماتريكس، هنا انا انفذ النقطة الثانية. النقطة الثالثة المطلوب من عندي يعني معناتها الكيس رقم 3، كيس 3 راح ينفذ لي إعاز الـ inverse of matrix A. هنا أجي للكيس 3، أيضا قلنا ممكن أكتب عبارة الـ display، أكتب له the inverse of matrix A is equal، أو أخلي A ونقطتين، أي عبارة أكتبها قلنا راح تطلع لي على شاشة التنفيذ، أو أكتب هنا مثلا Z تساوي لي وأكتب إعاز الـ inverse لفصل الماتريكس. طبعا هنا أنا اذا كتبت inverse وكتبت اي سمول هنا أنا راح يعترض، راح يطلع لي هنا ايرور، لان انا ما عندي ماتريكس معرفته بالاي سمول، عندي ماتريكس معرفه اي كابيتال، وفرق بين اي سمول اي كابيتال، فهنا بمكان هذا السمول لازم اخلي اي كابيتال، فاكتب inverse اي كابيتال، وهذه فيما يخص نقطه رقم 3. الكيس الرابعه اللي هو مطلوب من عندي ان احسب الايجن فاليو، نفس الحالة أكتب له كيس رقم 4، أكتب العبارة أن تطلع لي إيجين فاليو أوف ماتريكس A، وأكتب بعدها الإعاز أيضا هنا أخلي إيجين أي كابيتال ما أخلي أي سمول، لأن إحنا هنا بالماتلاب يختلف الأي سمول عن الكابيتال، فراح أكتب له إيجين الإعاز المختصر مال إيجين، أكتب الإيد وأخلي بين قوسين أي كابيتال اسم الماتريكس الرئيسية. Otherwise في حالة احنا عندنا 4 نقاط، خلصنا النقطة الأخيرة ما عندنا نقطة خامسة، فمعناته انه انتهت عندي الكيسات، وهنا أنا عرفت الكيس دخلته من البداية 4 فقط. راح اكتب له Otherwise إذا ما عندي، قلنا الـ Otherwise مو إلا نكتبها، هنا أنا مثلا أنا من خلصت الـ4 نقاط مباشرة أقدر أكتب له كلمة الـ End،
اغلق السويتش كيس مالتي. ممكن اكتب له otherwise تطلع لي فقط عباره انه رونج نمبر، رقم خطا، او انتر انذر نمبر، يعني دخل غير رقم، يعني مجرد عباره تطلع لي يبين لي انه اني ما دخلت اي نوع من الكيسات السابقه، يعني انه هذا ما تخص الكيسات اللي تنفذ بها العمليه. وممكن مباشره اقول له اند، هو تلقائيا ما راح ينفذ لي شيء. ها فيما يخص السويتش كيس، عندنا اللي راح ناخذها ايضا عندنا الفور لوب. الفور لوب استخدمه في حاله انا عندي عده تكرار معين، يبدي لي من نقطه معينه ينتهي لي الى رقم معين. هنا في حاله اريد اكرر العمليه اكثر من مره، هنا قبل شوي نفذناها كلها تحسب لي القيمه مره واحده فقط وتطلع لي الاوتبوت مالتي. اما اللوبس اللي راح ناخذها هو راح يستخدم لتكرار العملية أو حساب المعادلة عدة مرات. عملية التنفيذ السينتكس ماتي للفور لوب هو الفور، أكتب كلمة فور، أخلي لي اسم المتغير ماتي، أعطيه قيمة بدائية، هنا الأكس تمثل لي الستارت بوينت، الستارت النقطة البدائية ماتي. في حالة عندي مقدار زيادة أو نقصان، هنا راح اخليها بمكان، اخلي نقطتين واخلي مقدار الزياده والنقصان بمكان المتغير اس. الواي ماتي راح تمثل لي الاند، اخر قيمه اللي راح ادخلها بالفور لوب. طبعا في حاله ما عندي زياده او نقصان مجرد اكتب له اكس نقطتين واي، مو او مجرد ادخل له مثلا من الواحد للعشره اكتب له واحد نقطتين عشره، او من الواحد للميه اكتب له واحد نقطتين ميه، حسب القيم المعطاة. يعني هنا فقط المتغيرات اللي كانت فيها هو فقط لتوضيح انه هاي نقطة البداية للاكس، نقطة الاس هي مقدار الزيادة او النقصان اللي تخص اياها، والواي هي نقطة النهاية، قيمة النهاية اللي عندي الان. في حالة هذه الفول ماتي العبارات اللي اكتبها مباشرة بعد نقطة البداية والنهاية هي هاي العبارات اللي راح تتنفذ وتتكرر عدة مرات. تبدي لي مثلا اذا بدينا الفور من واحد للعشرة معناتها راح يطبع لي هاي العبارات او يكرر لي هاي العبارات 10 مرات. كل ما اسوي يعني بنفس التنفيذ، مو عدة تنفيذات، نفس التنفيذ راح يطبع لي هنا 10 نتائج لكل عبارة تخص الفور لوب. راح ناخذ اذا اخذ الفكتوريال للان، اذا اريد احسب الفكتوريال للان ماتي راح استفاد منه بالفور لوب. هنا الفور لوب ماتي احنا نعرف الفكتوريال دائما يبدي لي من رقم واحد ينتهي لي للرقم الان اللي انا محددته. فهنا انا اقدر راسه مباشره ادخل قيمه الان من داله الانبوت ماتي، ادخل مثلا اريد فكتوريال مثلا للخمسه او للسته، فراح اكتب لي الفكتوريال نفرض للسته، راح اقول له ان تساوي لي سته، ادخل الاف تساوي لي واحد، هاي الاف قيمتها واحد. احنا نعرف اي عمليه رياضيه اريد اضربها اضربها بقيمه واحد، اريد اجمعها اجمعها بقيمه صفر. فهنا عندي الفكتوريال راح اعرف الواحد اللي هو مضروب العمليه الرياضيه اللي اضربها المضروب مالتها بقيمه الواحد، فراح ابدي الاف تساوي للصفر. بعدها راح ابدي عمليه الفور لوب، هذا الفور لوب اللي خصني، راح اكتب الفور من اي تساوي لي واحد الى قيمه الان. هنا قلنا ناخذ فكتوريال 6 فراح اعرفها مثلا من الواحد للسته. طبعا قبلها انا كاتبه الان تساوي لي بداله الانبوت، من انفذ راح اكتب قيمه الان، اعمل كوماند ويندو قيمته 6. فحسب الاكزامبل ممكن اكتبها مثلا 200، ممكن 10، ممكن 5، حسب القيمه اللي راح ادخلها بقيمه الان. بعدها راح استخدم الاف تساوي الاف في اي، الاي راح يحسب لي عدد المرات بالفور لوب، يعني بديني من 1 2 3. طبعا هنا أنا من ما اكتب لك قيمه زياده ونقصان معناتها هو راح يزيد تلقائيا واحد واحد، من احدد له قيمه الزياده راح او النقصان راح يعتمد على القيمه اللي انا حددتها. استخدمنا قلنا الاف واحد لان عندي عمليه ضرب بحيث اضربها في قيمه الواحد. هنا انا راح يبدي يحسب لي اياها ويطبع لي اخر شيء قيمه الاف النهائيه بعد ما خلص الفور لوب اللي بدا من الواحد الى قيمه العشره، خزنها. طبعا كل مره يعني المره الاولى راح ياخذ قيمه هنا واحد في واحد ويخزنها بالقيمه بالاف اللي هي قيمته واحد، من ينفذ من جديد راح ياخذ واحد في اثنين ويخزن، وهكذا لان عندي الاف في القيمه مالته. الان تطلع لي القيمه النهائيه للفكتوريال، راح انهي الاند ماتي
اسوي له ديسبلاي واعرض له الفيكتوريال مالتي واعرض له الاف. ممكن اكتب له مباشره ديسبلاي واخلي بين قوسين حرف الاف، او ممكن اخليه بسنجل كوتيشن العباره بحيث افهم شنو هذه اللي عباره اللي القيمه اللي راح تطلع لي. ناخذ اكزامبل ثاني يحسب لي ايضا الفور لوب. هنا أنا من العباره يقول لي فاين 100 values، هنا أنا من قال لي إنه 100 values معناته إنه راح أدخل 100 قيمة، قيمة x و y على مود أحصل هذه المعادلات مالتي، هذه المعادلات اللي مطلوب من عندي أحسبها بالفور لوب. طبعاً هنا أنا راح أعتمد لو ألاحظ هنا المعادلة الأولى اللي هي قيمة الـ x وقيمة الـ y. قيمة الـ x بحيث إذا أريد أحسبها راح تعتمد لي هنا الاكس نيكس اكس كي بلس 1، معناته ان الكي هو راح يصير عندي الفور لوب اللي راح يصير عندي بي زياده. هنا لو الاحظ هذا كله هو المتغير الكي اللي هو راح استخدمه بالفور لوب. معادله الاكس والواي راح اخليها بداخل الفور لوب، احسبها اي معادلات رياضيه راح ادخلها بداخل الفور لوب مالتي. الفور لوب هو عمليه التكرار، عمليه التكرار الاحظ هنا راح يصير عندي على المتغير كي. هنا أنا عندي الكي القديمة، هنا الكي نيكس كي بلس 1 معناته زيد مقدار 1 و1 عندي ويحسب لي القيمة مالتهم. طبعا مثل هيك عمليات رياضية أو منطقية لازم أطل initial value للاكس نوت وواي نوت. احنا دائما هنا عندي بالماتلاب قلنا الاكس نوت وواي نوت أو قيمة الماتلاب ما ياخذ قيمة الصفر وانما يبدي لي من قيمه الواحد. الانيشال فاليو بالماتلاب مالتي هو قيمه الواحد دائما، فلهذا هنا بمكان اكس نوت وواي نوت راح اكتب اكس 1 واي 1. عمليه كتابتها راح اخلي اكس وقوسين اخلي قيمه الواي، معناتها هاي الانيشال الاول قيمه للاكس تساوي لي صفر. هنا بما انه هي قيمه ثابته الانيشال صفر فمباشره ادخلها ما احتاج داله الانبوت. نفس الحالة هنا راح اكتب ال y1 تساوي للصفر، معناته انه دخلت الانيشال ماتي مال الاكس ومال ال y0 تساوي لي قيمتها صفر. بعدها راح ابدي بالفور لوب ماتي اللي يخص الكي. هنا الكي ماتي راح يتراوح المفروض انه من 100 قيمة، فراح ابدي الكي من 1 إلى 100. هنا هاي هنا صار 100 عندي لان قايل لي 100 قيمة للاكس والواي. فهنا أنا راح أبدي الفور لوب من قيمة 1 إلى 100. بعدها العبارات اللي راح أنفذها هي عبارات الرياضية حساب قيمة الأكس حساب قيمة الواي. طبعا هنا أنا راح أكتب اكس كي بلس 1. طبعا هنا أنا أقدر إنه يعني هنا أنا العداد مالتي راح يزيد، هنا دخلتها 1 من آخذ القيمة اللي بعدها اللي هي النيكس راح ياخذ لي يعني معناته اكس 2 ويحسب لي المعادلة اعتمادا على قيمة الكي. هنا الواي كي معناته راح ياخذ لي الواي للواحد بالبدايه هي الانيشال فاليو قيمتها الصفر، راح يضربها في هذه القيمه المعادله اللي هي 1 زائد ساين 0.7. هنا يخلي لي اشاره الضرب بالمعادله قبل الاكس كي. الاكس كي الانيشال مالتي قيمتها اللي هي صفر، الاكس الواحد قيمتها صفر ناقص ياخذ لي هنا المعادله نكملها 1.2 في سكوير روت. هنا الإعاز مال السكوير روت أكتبه بالماتلاب اللي يمثل لي الجذر التربيعي. هنا تحت الجذر التربيعي عندي قيمة الأبسوليوت، فراح أكتب إعاز الأبسوليوت للقيمة إكس كي. الإكس كي راح أكتبها بين أقواس، طبعا هنا بالماتلاب أهم شيء عندي الأقواس، من أخلي الإكس كي أخلي الكي بين أقواس، الإكس كي وحدها بين أقواس، الأبسوليوت كلها بأقواس، السكوير روت ايضا المفروض اخليها باقواس. لان هنا انتبه صحيح احنا نعرف العمليات الرياضيه انه بالبدايه ضرب والقسمه بعدين جمع وطرح، لكن هنا الماتلاب ما يفتهم بهذا الصيغه، لازم اي عباره رياضيه انا اسويها اخلي الاقواس مالتها بحيث تطلع لي النتيجه بصوره صحيحه. نفس الحاله راح اجي للعباره الثانيه عندي حساب الواي. الواي راح احسب النيكس، فعندي كي بلس 1 راح ياخذ لي اول قيمه لها هي واي 2 تساوي لي 0.21 ناقص اكس 1. الاكس 1 انا معرفتها كانيشال فاليو قيمتها الصفر، فاول قيمه راح تطلع لي للواي 2 هي 0.21، وهكذا يستمر الى ان يوصل لاخر قيمه اللي هي 100.
هنا على حسب البرنامج كاتبين 10 بس، يا بالسؤال مطلوبين منه 100، فنكتب هنا 100، فراح ينفذ لي 100 مره الفور لوب ويطلع لي العباره اللي راح تطلع لي القيمه النهائيه هي قيمه اخر قيمه للاكس. يعني هنا اذا كان لل 100 راح يطلع لي اكس لل 100، ويعني لل 100 يرفع لي اياها، والواي لل 100 راح يرفع لي اياها. هاي في حاله هنا المات الفور لوب. عندنا ايضا من الانواع اللوب عند الوايل لوب. الوايل لوب ايضا اخذناه سابقا نفس الحاله، هنا راح ينفذ لي اياه الوايل لوب. ايضا الساينتكس مالتي هو الوايل، واخلي الكونديشن مالتي ثم الستيتمنت اللي راح تنفذ. في حاله تنفذت الكونديشن راح يدخل على الستيتمنت مالتي، في حاله الكونديشن مالتي اللي اخذناه مثل كان الاف ايلز نفس الحاله بالوايل عندي ايضا كونديشن. في حاله الكونديشن كان عندي فوز معناتها ما راح ينفذ لي الستيتمنت اللي تخص لي الوايل لوب، وانما راح ينفذ الخطوات اللي بعدها. عندنا ايضا اللي راح ناخذها، راح ناخذ الكونتينيو. الكونتينيو هنا عندنا العبارات اخذناها ايضا سابقا، الكونتينيو معناته اني استمر. ايضا نوع من انواع الفور لوب، في حاله اني وصلت الكونتينيو هنا راح يسوي لي عمليه جمع، يقفز لي الى سطر معين اني معرفته سابقا. راح هنا او يستمر بالفول مثل الفور لوب يستمر معناته من اطل الكونتينيو. من هنا عندي هاي ماتريكس قيمتها السايز مالها 4 ب 4. هنا بما انه القيم مالتي معطاه بالسؤال راح مباشره ادخل قيم الماتريكس، راح اكتب له اي تساوي لهاي القيم. قلنا بين رقم ورقم نط سبيس، بين رو ورو راح اعطي سيمي كولن. هاي دخل 23 و11 12 34، حط السيمي كولن معناتها بديت السطر الثاني. دخلت 42 56 2 9، اخلي السيمي كولن ابدي بادخال السطر الثالث 77. طبعا بين رقم ورقم ده اط سبيس، اكتب 82 اط سبيس 52 سبيس اخر 21. خلصت السطر الثالث، اذا اط سيمي كولن وابدي بادخال عناصر السطر الرابع اللي هي 12 سبيس 10 سبيس 33 الى ان اوصل اخر قيمه اللي هي 2. اغلق قوس الماتريكس واخليه سيمي كولن. اللي هنا دخلت عناصر الماتريكس قيمها معطاه بالسؤال، ما احتاج داله الانبوت. عندي الماتريكس تحتاج تو فور لوب لان عندي رو وكولوم. فالفور لوب الاول اللي هو الاي راح استخدمه للرو، راح يبديد بما انه هي الماتريكس 4 ب 4، اذا راح ابديها من الواحد للاربعه عدد الاسطر الرو. الجي راح استخدمه للكولوم، عندي يبديدي ايضا قلنا الماتلاب يبدينا دائما من الواحد، فنبدي من الواحد الى الاربعه عدد الكولوم. هنا أنا اللي مطلوب من عندي انه يحسب لي الريمندر باقي القسمه، راح استخدم الكونديشن مالتي على الريمندر. ادخل عنصر عنصر من اعتمادا على الفور لوب، اخلي الاف الكونديشن مالتي اذا كان الريمندر للماتريكس اللي هي الاي اللي عرفتها بالاي والجي، الاي تمثل لي الرو والجي تمثل لي الكولوم. فارز 2 هنا 2 تمثل لي هي القسمه، احنا نعرف الريمندر هي باقي القسمه. إذا كنت أريد أقسم آخذ باقي القسمة للعدد 2 تقسيم 2 فراح أكتب 2. إذا أريد مثلا أقسم للعدد 3 راح أكتب مكان الاثنين 3، يعني باقي القسمة تقسيم كل عنصر من الماتريكس على هذا العدد المعطى راح يعرض لي باقي القسمة. إذا كان باقي القسمة لا يساوي للصفر راح أستمر أدخل القيمة اللي بعدها. كونتينيو هنا الإعازة اللي راح أستخدمه انه روح من جديد يدخل لي العنصر الثاني والثالث وهكذا يستمر يدخل لي كل عناصر الماتريكس ماتي الى اخر عنصر بها. في حاله انه ليس وما يساوي للصفر راح يبدي يحسب لي الريمندر مالته. اذا الكونديشن هنا ما تحقق كان يساوي الصفر راح يعبر العباره مال الاف لحد الاند، راح يعرض لي الديسبلاي للماتريكس ماتي اللي هي الاي جي الماتريكس الخاصة بالماتريكس اي، راح يعرض لي اياها بعد ما ينفذ الفور لوب كلها، يعني من واحد واحد يبدي لي الى اخر الى من عندي اللي هي 4 4، راح يعرض لي القيمة مال الماتريكس بشكل نهائي. في حالة انا عندي الكونديشن ما تنفذ كان فولز مباشرة يعرض لي اياها، في حالة كان ترو راح يستمر يدخل بالعناصر مالتي.
هنا أنا هذا فيما يخص الكونتينيو الاستمرارية، من اسمه كونتينيو معناته استمر بإدخال قيم العناصر المعطاة سواء كانت ماتريكس أو فيكتور أو إيليمنت أنا مطيته مع الرفته فيريبل، ها فيما يخص الكونتينيو. البريك عكس الكونتينيو، البريك معناته أقول له وقف لي هذه العبارة، يعني لا تطبع لي هذه العبارة. الكونتينيو كان عندي استمر ادخل لي القيم السابقة، البريك لا أوقف هذه العبارة المعطاة. رح ناخذ اكزامبل ايضا على البريك، عندي مثلا اريد احسب هذه المعادله مالتي، ادخل القيم الاكسبونشال للاكس تساوي لي 1 زائد اكس زائد اكس تربيع على مضروب الاثنين زائد اكس 3 تقسيم 3 فيكتوريال زائد الى ان يوصل لي الى اخر قيمه عندي هي اكس ان تقسيم ان فيكتوريال. اول خطوه احتاجها حسب هاي المعادله مالتي لازم أعرف قيمة الأكس وأعرف قيمة الأن، عندي متغيرات بهاي المعادلة، المتغيرات مالتي هي قيمة أكس وأن، إذن هنا أنا ما مطيني قيمة الأكس والأن، لازم أعرفها عن طريق دالة الأنبوت، أقول لأكس تساوي الأنبوت enter the value of X، الأن تساوي لي أنبوت enter high exponent للأن، هنا أنا ممكن أقول يعني مباشرة enter the value of N أو أعلى قيمة للأن، مجرد اني يوضح لي انه هاي قيمة الان، هاي عبارة راح اكتبها يطلع لي صحيحة. راح استخدم الاس تساوي للصفر، هذا الاس تساوي للصفر احنا قلنا اذا كان عندنا عملية جمع لازم استخدم العداد مالتي للجمع، الاس تساوي للصفر قيمته صفر، اما اذا كان عندي عملية تضارب راح استخدم القيمة بمكان الصفر راح اكتب 1. هنا انا اللي شرط التوقف مالتي البريك دي يقول لي ستوب اذا كانت القيمة الاكس للان تقسيم الان فيكتوريال تساوي لي 0.001، اذا اعطاني كونديشن، هذا الكونديشن مالتي راح اوقف به البرنامج مالتي اللي يحسب لي هذه المعادله، اذا راح اعتمد على هذا الكونديشن اللي يوقف لي المعادله اللي يسوي لي بريك، اذا لا هذا الكونديشن عندي ما تنفذ كان عندي فولس معناته راح استمر بتنفيذ المعادله. راح نبدي بالبداية عندنا فيكتوريال الان، راح نحسب الفيكتوريال الان مالتي مثل ما حسبناه قبل شوية، استخدم الفور لوب من قيمة الواحد للان، الاف تساوي لي 1، الفور هنا أنا طبعا الاف الجي تساوي لي 1 للاي، طبعا هذا الاي اللي راح استخدمه هو نفسه مال الفيكتوريال ان، لكن اما راح احسبه هذا الجي يخص قيمة الاكس اللي راح احسبها الباور مال الاكس اللي راح احسبها راح استخدم عن طريق الجي بحيث يصير الان هو راح استخدم له الاي والان الفوق راح استخدمها الباور، يعني الفكتوريال ماتي راح استخدمه للاي والباور ماتي راح استخدم القيمه الجي كانما نقلتها بعداد ثاني. هنا عندي الاف تساوي الاف بي جي، هنا انا حسب لي الفكتوريال ماتي مال الان، بعدها راح يخلي متغير ثاني يختلف عن الاف بحيث لي يغير لي قيمة الاف، راح يجي يشيك الكونديشن، الكونديشن مالتي قال لي اذا كان الاكس الان تقسيم الان الان فيكتوريال، الان فيكتوريال هسه هنا نقلناها بالاف 1 حسبها هي الاف في جي نقل لي اياها بالاف 1 صارت الاف 1 تمثل لي الفيكتوريال، فراح يجي يقسم اكس تقسيم الاي، الاي قلنا احنا هو عباره عن يبدي دخل الرقم من واحد للان الباور مالتي هنا نقل لي اياها، فهنا راح يحسب لي اياها المعادله اكس تو ذا باور اي تقسيم اف 1، الاف 1 هو يمثل لي الفكتوريال خزنه في فيريبل اسمه اي، راح يقارن على هذا الفيريبل مالتي اذا كان اف راح نستخدم الاف والكونديشن مالتي اذا كان اف اي اقل من قيمة 0.001 اللي هي القيمة المعطاة في السؤال استخدم لي اياها بعد ما حسب لي هذه المعادلة، هذه المعادلة كانت عندي x to the power i تقسيم الاف 1، الاف 1 اللي حسبها بالفكتوريال اذا كانت اقل من قيمة 0.001 راح اخزنها يسوي لي بريك، قال لي وقف البرنامج، هنا انا ما راح يسوي continue وانما بريك، هنا لا عملية الستوب مالتي تتوقف في حالة هذا الكونديشن، إذا كانت لا ترو إذا كانت هنا سفولت راح يسوي البريك وراح يخرج دي خارج البرنامج مالتي نهائيا، إذا كانت لا يعني فولز عندي القيمة مالته
راح يروح يستمر ويحسب لي الـ S تساوي لي S زائد الـ E، راح ياخذ قيمة الـ E من قبل الـ else ويجمعها ويا العداد S ويطبع لي هذه العبارة، ثم بعد ذلك راح يطبع لي الرزلت مالتي قيمة الـ S. هنا أنا راح يستمر طبعاً عملية الاستمرارية اللي راح تصير هنا في حالة ما توقف البرنامج بالبريك، راح يستمر إلى آخر قيمة للعداد الـ I اللي هي قيمة الـ N، راح يتوقف تلقائياً حسب الفور لوب الثاني، يعني يكمل كل الفور لوب مالتي يخلص يلا يطبع لي قيمة الـ S في حالة إنه هذا البريك مالتي ما وقف لي القيمة مالته. فالبريك والغاية من عنده هو عملية إيقاف البرنامج مالتي والخروج من عنده في حالة تنفذ الكونديشن المعطاة بالسؤال، في حالة ما تنفذ راح يستمر إلى أن يوصل آخر حد من الحدود المعطاة بالسؤال وينفذ ذي المعادلة كلها. هذا فيما يخص محاضرة اليوم إن شاء الله. راح ناخذ اكزامبلات ونحلها ان شاء الله على شاشه الماتلاب للتنفيذ.